عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم من مطبخي فتفيتو كيتشن. اليوم وصفتنا مميزة وراقية وفخمة وشغلات كتير. بصراحة أنا قبل ما أحكي لكم على وصفتنا اليوم، أنا أكثر من حدا من الصبايا والستات تواصلوا معي على الخاص وبعتوا لي إنه داقوا الحلا هذا في أحد الأماكن وعجبهم كتير وبدهم يعرفوا كيف بينعمل. المهم انه بالاخير عرفت انه هم بيحكوا على المارون غلاسي. المارون غلاسي هو نوع من الحلا الفرنسي. هو شوي بصراحة بده خطوات كتيرة، يعني صعب ينعمل بالبيوت. اوكي، فانا راح اعمل شيء بيشبه المارون غلاسي بخطوات سهلة وبسيطة. بتمنى انه بعد ما تجربوها، خاصة الصبايا اللي طلبوها مني، انه لما يأكلوها تكون قريبة من المارون غلاسي اللي دقوه في الاماكن اللي حكولي عنها. فاول شيء راح يلزمنا لحتى نعمل المارون غلاسي هو الكستنة ابو فروة، يعني كل ناس بتسميها اشي شست ناتس، يعني هي الشطارة انه نختار الحبات التقيلة، وهي زي ما خبرتكم بتاخد شوية خطوات، ولكن بالاخير ان شاء الله بنحاول نحصل على اشي قريب من المارنجلاسي. ما بقولكم رح نعمل مارنجلاسي لانه خطواته كتيرة ومتعبة، وانا ما يعني ما بهبطكم ولا بقلل من عزمكم، بس انا بحكي لكم بالصراحة، يعني صدقا بيغلب شوي او بيغلب كتير. طيب خلونا اول خطوة ايش رح نعملها. اول خطوة لازم نعمل حزوز. شايفين هاي شوي صعبة، يعني حاولوا تختاروا، يعني طبعا كلياتهم رح يتحززوا بالسكين، ولكن حاولوا تختاروا الحبات هيك المدعبلة المدورة. اوكي، راح نحز الحبات كلهم، تمام، تكون سكينتنا ماضية وندير بالنا على ايدينا. اوكي، هي اكتر اشي بياخد وقت بالخطوات هاي خطوة الحز بالسكينة، يعني حتى الخطوة هاي اللي أنا بعملها بنقدر إنه لو حابين نشويها بالفرن أو حتى نشويها على الغاز. يعني كتير في ناس بتحب تشويها بالفرن، في ناس بتحب تشويها على الغاز، في ناس بتشويها على شبكة على فحم. فالمهم إنه نفس الخطوة هاي بنحطها، في ناس بتنقعها بمي فاترة، في ناس بمي مغلية. أنا رح أخدها غلوة أو غلوتين، على أساس المي تبعيتها أنا بدي أحتفظ فيها لأعمل فيها قطر بطعم الكستنة، تمام. وممكن بعد الخطوة هاي اللي بيحب يشوي الكستنة يشويها بالفرن أو يشويها بالمقلاي، يعني إلكم الخيارات. يعني هاي الخطوة أساسية، سواء بدنا نعمل حلو المارون غلاسي أو حابين إنه نشويها، لازم نحز الكستنة بالشكل هذا، لازم نحزها بالشكل هذا. انا راح اكملهم حتى ما اخذ من وقت الفيديو وبرجع لكم. وهون بعد ما خلصت تحزيزهم كلهم مثل ما انتم شايفين كلهم تحززوا، للخطوة هاي بننفع انه ندخلهم الفرن نشويهم او على الغاز، يعني بنجيب مقلاية بس الها غطا وبنحطهم وبنهيك بنصير نحركهم على نار عالية، فبتبلش الحبات تسخن من جوا وبتبلش تنفخ وبتبلش القشرة تطلع. هلأ في ناس بينقعوا وفي ناس بياخدوا غلوة قبل الخطوة هاي، يعني قبل ما يدخلوا الفرن وقبل ما يعني يسووه على الغاز بينقعوا، وفي ناس بياخدوا غلوة. هي كلها أفكار متاحة. أنا هون بدي أغمره بالمي، بس ما بدي أغمره كتير، تمام؟ هيو هيك، وحشغل النار تحته. وطبعاً أنا بخبركم على الخطوات هاي للي بده ياكله
مشوي، يعني اللي بده ياكل كستنة مشوية، ولكن اللي بده يعمل الحلى اللي انا راح اعمله اليوم اللي هو بديل المارون جلاسيه، انا ما راح اعمل مارون جلاسيه اساس انه في ناس ممكن بيحضروني من المقطع هذا، انا ما راح اعمل مارون جلاسيه، انا راح اعمل بديل المارون جلاسيه. المارون جلاسيه بياخذ خطوات كتير، بياخذ 5 ايام او 7 ايام من الشغل، فما بدي انا اكبر جهدكم واقول لكم كيف بينعمل لانه بياخذ وقت، فخلونا نعمله بطريقة سهلة، وبعد ما نعمله بطريقة سهلة إن شاء الله لا يعني مرة بعد هيك بسوي لكم المارون جلاسيه على أصوله. هون أنا حطيت المي المغلية على الكستنة، حتركه يغلي 10 دقائق، يعني بمجرد ما يغلي بحسب 10 دقائق وبعدين بطفي تحته، وبرجع وبكرر إن اللي بده يشويه بالفرن ما بينفع يعمل منه الحلى هذا، واللي بده يشوي برضو على الغاز ما بينفع نعمل منه الحلى هذا. الحلى هذا لازم نسلقه، لازم نسلقه 10 دقائق، ولكن أنا بحكي على القشر الصعبة اللي الكل بيتغلب فيها، بتقدروا تاخدوه غلوة هيك غلوة واحدة وتاخدوه من المي وتحطوه بصينية الفرن وتدخلوه على الفرن، بينشوى وبتتأشر القشرة بكل سهولة، ويعني بنتخلص من الانفجارات اللي كانت بتصير بالفرن. او اذا بدكم برضو على الغاز من فوق بتشيلوه بالمرحلة هاي بعد ما يغلي غلوة واحدة، بتشيلوا الكستنة بتحطوها بقلب مقلاي وإلها غطا، وبتضلكم تحركوا هيك، تحركوها هيك المقلاي والغطا عليها بقوة عساس النار هي اللي تبلش تفوت بحبات الكستنة وتستوي وتبلش القشرة يعني تفك عنها وتصير مشوية وتتلدوع شوي، يعني اللدوعة هاي من النار هي اللي بتخلي السخونة تاعت الحرارة تفوت لجوا وتخلي القشرة تقبع عنها. بتمنى تكون الخطوات سهلة وواضحة. نحن اليوم بنعمل حلى بديل المارون جلاسيه. أنا هون بعد ما حززت الكستنة حطيت عليها مي مغلية، وبمجرد ما تغلي قدامي رح أحسب 10 دقايق وبرجع بعد 10 دقايق وبنكمل مع سوا. وهيك بعد ما مر 10 دقايق على الغليان للكستنة تاعتنا، وهتشوفوا كيف المي اتشربت لأنه شربتها الكستنة، أنا رح أطفي تحتها تمام، رح أتركها شوي تهدى حتى أقدر أن أمسكها لأنه لازم نقشرها بصراحة لازم تتقشر وهي ساخنة عشان الجلدة ما تضايقنا، لأنه في قشرة وفي جلدة تمام. يا وردي يا الله، شايفين؟ انا بس حابه افرجيكم انه هاي القشره وهاي الجلده، اوكي؟ فانا ما بدي اتركها تبرد لانه بترجع بتلزق، بنصير عاد بالسكين نقشرها وبتكون شوي بتاخد وقت. فيا وردي لا، رح اتركها شوي تبرد لانه كتير ساخنه، وبنقشرها وبرجع لكم. وهون بعد ما قشرت كل حبات الكستنة، طبعا أنا لأنه نحن بآخر الموسم، يعني نحن هلأ ب15/3، فيعني منيح أنه لقيت كستنة، فهي غلبتني شوي لأنه القشرة طلعت ولكن الجلدة لا، الجلدة ظلت موجودة. طبعا مش كل الحبات، في حبات وفي حبات. فهلأ إيش يعني كيف بدنا نعالجها؟ رح أحطها بالطنجرة هون، وبدير عليها مي مغلية، وبتركها نص ساعة ورح أغطيها. هلأ اللي مستعجلة كتير بتقدر تاخدها غلوة وتتركها شوي وبعدين تبلش تشيل القشر أو الجلد هاي اللي عليها شوي شوي. رح أعمل هالخطوة وبرجع لكم. وهون الحبات اللي أنا قدرت أقشرهم وأستخلصهم من كل الكمية. طبعا صنف الحلو هذا يعني بياخد كمية كستنة كتير، يعني اللي بده يعمل كيلو صافي فبده يشتري كيلو ونص او 2 كيلو لبين ما يتخلص من القشر والجلد والهذا. طيب انا هدول استخلصتهم، رح اعملهم بالطريقة اللي هي البديلة عن
المارون جلاسي، لأنه صراحة المارون جلاسي بعد الخطوة هاي اللي هي الخطوات الأصلية، كل حبة بتنلف بقطعة من الشاش وبتنحط في محلول سكري اللي هو قطر، بس مضاف له جليكوز عفوا، وبتضل نغلي الكستنة بالقطر لمدة معينة ولدرجة حرارة معينة، وبدنا نكرر الخطوة هاي 5 مرات أو 6 مرات يعني لكل يوم، يعني تقريبا بدنا أسبوع نشتغل في هذا الصنف من الحلو. فأنا بصراحة بدي أختصر عليكم كل هذا، رح أعملها بشغلة بسيطة كتير، لأنه بالأخير إحنا حناكلها وما رح نحفظها، تمام؟ فهلأ أنا رح أخذ الحبات اللي أنا طلعوا معي هدول، ما رح أحطهم بقطع شاش أبدا، ولا يعني حسهل عليكي، رح أخذ كاسة من المي اللي نقعت فيها الكستنة وحديرها هون، وقد المي بدي احط سكر، تمام. هون المي تاعت الكستنة فيها الطعم تبع الكستنة، فما بدنا نتخلص منها، تمام. وحنحط السكر ونتركهم يعقدوا شوي، بورجيكم متى رح نحط الكستنة. أما الحبات اللي ضلت معنا فممكن ناكلهم هيك، ممكن نطحنهم ونعملهم برضو صنف حلو من الكستنة، برضو كتير زاكي حلى الكستنة، فأنا رح أعمله معكم. بس يعني في ملاحظة في هون، لو تشوفوا الفرق هذا بيكون في زي هيك زي عودة، فلازم تفتحوا هيك ها وتشلوها، عشان بس عند الطحن ما تضايقكم، اوكي؟ يعني حتى هي بتنشال بالايد، اوكي؟ هاي في كمان واحدة هون، هيو شايفين هاي ها هيها، يعني حتى هاي اوضح، اوكي؟ عشان يعني الجلد هاي مش مشكلة، ما نحنا مرات بناكلها عادي، يعني ما فيها أي مشكلة، فانتبهوا بس عليها، هاي اللي بتضايق هاي عند الطحن، عشان لما نيجي نطحن تكون سهلة وناعمة وملسة، تمام. أنا رح أطحنها على محضرة الطعام وبرجع لكم، بدي أطحنها ونعمها، تمام، وبقولكم إيش بعد هيك رح نعمل. وهون الحبات اللي ضلوا، حاولت اتخلص من يعني من اكبر قدر من الجلدة والعود اللي خبرتكم عنها، بحطها هون، اوكي. رح احاول اهرسها بالهاند ميكسر او بالمحضرة الطعام الفود بروسيسور اللي موجود عندك، ما يعني ما رح اغلبك انك تعمليها بشيء معين، بس رح احط شوي من القطر اللي عم بيغلي بس، ورح ارجعه، وحتى الصوت ما يزعجكم انا رح اطحنها وارجع لكم. وهون بعد ما طحنتها، انا ما نعمتها على الاخير، بس طحنتها هيك يعني طحنة خشنة، المهم انه انا اقدر اكورها واعمل كرات. وهون القطر بعد ما وصل للدرجة اللي انا بدي اياها، ايوه، انه ما عقد على الاخير، تقريبا هو ضل هيك نص ساعة على الغاز. رح اسقط حبات الكستنة بهدوء، راح اهدي النار تحتهم، لازم ما النار تغلي، سوري السائل يغلي بس مش بقوة، بهدوء، ايام هيك، هون هيك راح اتركهم لحد ما اشوف انه
الحبات صايرين هيك يعني مشبعين بالقطر. تمام، هاي الخطوة ممكن تاخد منك من 45 دقيقة لساعة. اوكي، اهم شيء انه السائل يغلي بس بهدوء مش بقوة. تمام، فراح اتركه ونروح نكمل الكستنة المطحونة ونشوف شو رح نعمل فيها. في هون بس ملاحظة او خطوة نسيت اخبركم عنها، انه اللي عندك جليكوز تحط على الكمية هاي معلقة كبيرة، واللي ما عندك جليكوز تستعمل العسل، العسل النحل تبع النحل، نحط معلقتين كبار. تمام، بنتركهم يغلوا وبنرجع لهم بعد الوقت اللي خبرتكم عنه. وهيك الكستنة بعد ما طحناها، بحاول انه اعجنها بايدي. يعني راحتها مع القطر بصراحة مشهية جدا. طب ايش الاقتراحات اللي ممكن انه استعملها بالوصفة هاي؟ صراحة الاقتراحات كتير والافكار كتيرة. انتي ممكن تطحني بسكوت معها، بس بسكوت خشن مش ناعم. ممكن تحطي مكسرات، ممكن تحطي حليب مكثف محلى، ممكن تحطي اللي هي الشوكولاتات اللي بتندهن زي اللوتس وزي النوتيلا والاشياء هاي. المهم انه انا لا اشوفه، طالما هيك صارت يعني كرة ولفت معي خلص هيك امورها تمام. اللي بيحب يستمتع بطعم الكستنة مثلي هيك سادة بدون شيء، يعني كل اللي حطيته عليها شوية قطر من اللي حطينا في الكستنة قبل شوي. تمام، رح اعملهم كرات واحطهم بالتلاجة يبردوا، بعدين بنغطسهم بالشوكولاتة. اوكي، هلأ انا طرحت عليك افكار كتيرة، اعملي اللي بتلاقيه مناسب لك. اذا حابة انك تضيفي بسكوت دايجستيف او بسكوت عادي او بسكوت على كاكاو، هاي عندك الافكار يعني ما شاء الله. فأنا رح أكورهم وبنشوف شو رح نعمل فيهم بعد هيك. بعد ما كورتهم شايفين ما شاء الله يعني شكلهم مرتب، ولسه لما نغطسهم كمان بالشوكولاتة. أنا رح أريحهم بالتلاجة ساعة ساعتين، المهم إنه يبردوا، لأنه لما حطينا القطر كان ساخن عليهم وكان دافي، فأنا ما بدي كمان الشوكولاتة وهي ندوبها وتكون ساخنة وهو يكون لسه دافي، فلا مش صح، لازم تبرد تماما وبعدين بنغطسها بالشوكولاتة. رح احطها بالتلاجة ونروح نشوف بس هيك. رح الف الكاميرا خفيف على الكستنة، شايفين هيها عمالة بتغلي بهدوء، النار تحتها كتير خفيفة مثل ما بيحكوها شمعة. اوكي، رح نترك كل واحد من الكستنة ياخد راحته وبنرجع بنكمل معكم. وهون بعد ما مر 45 دقيقة على الكستنة هي جوات القطر، فبدي اتفحص واشوف بكفي هيك ولا لا. طب كيف بدي اتفحص؟ باخد شوي من القطر بحطهم بصحن، بتركه يبرد بس ثواني. شايفين عم يعني بتقول هي هون هو ساخنة، فأنا بدي أتركها لتبرد. لا هيك بكفي تماما. رح أطفي تحت الكستنة وأتركها تبرد شوي، باخد حبات الكستنة وبحطهم على أي شبك عشان ينصفي القطر اللي فيه. وهيك انا حطيتهم صراحة هذا كوستر مش شبك ابدا، بس انا بحب دايما استعمل الافكار اللي عندي، لانه في ستات كتير بيكون مش متوفر عندهم شبك بس متوفر عندهم هاي، فبتقدر تستعمل نفس الطريقة. تمام، ممكن كمان لو ان تغلبتي مثلا والحبات كانوا صغار ممكن تحطي قطع من القصدير هيك زي الشبك وتوصفيهم عليهم حتى يصفوا.
طيب رح نتركه يبرد تماما، وبعدين القطر هذا ما بنكبه، هذا إذا جمد كتير ممكن نخففه بشوية مي ونغليه ونحتفظ فيه، بنحلي فيه رز بحليب، ليالي لبنان، عش سرايا، يعني رح أترك هدول يصفوا براحتهم وبنرجع بنكمل معكم. وهيك حبات الكستنة تاعونا صاروا جاهزين لحتى نغطسهم بالشوكولاتة ونغطسهم كمان بالآيسنج، لأنه يعني هدول الحبات اللي عملناهم بالقطر هاي هيك نشفوا تماما وبردوا، بس عشان هو اسمه مارون جلاسي فهو ضايل هلا الجلاسي، الجلاسي اللي هو الآيسنج اللي بنستعمله مرات للدونات مرات للسينامون رول. فهلا انا رح اجيب سكر ناعم بودرة واعمل آيسنج قدامكم، وفي نفس الوقت راح اذوب الشوكولاته، راح احط اي شوكولاته عندك، سيمي سويت، دارك، وايت، اللي بتحبي، اي شوكولاته بتحبيها ممكن، اما انك تعمليها على حمام مائي او بالميكروويف، بتحطي 20 ثانيه وبتقلبي، وبتحطي كمان 20 ثانيه وبتقلبي لحد ما تصلي انه الشوكولاته صار فيها هيك قطع صغيره ممكن تدوب مع سخونه الشوكولاتة كلها. يعني أنا ما بفضل إنك تضلك تسخنيها كلها للدوب لأنه بالأخير بتنشف، فنحن مو حابين تنشف، وبنفس الوقت بتقدري كمان تحطيها على الحمام مي لحتى تضلك يعني تضلها مستمرة في الذوبان أثناء ما أنت عم تشتغلي. حابة بس قبل ما أروح أدوب الشوكولاتة وأجهز الآيسنج أفرجيكم القطر اللي طلع من وراء الكستنة، قدي لونه بشهي وقدي طعمه زاكي وقدي كيف صار مثل المربى، شايفين؟ هذا في الطريقة الأصلية. تاني يوم بينزاد له شوية مي على أساس يصير سائل، وبتنحط الحبات وبتنغلى فيه مرة تانية، ولكن أنا خبرتكم أنه أنا راح أعمله بطريقة سهلة وبسيطة، يعني بديل المارون جلاسي الأصلي. بتقدري تستعمليه زي أي شوكولاتة سبريد على توست مع قشطة على الفطور بالعشاء، أو ممكن تديري عليه شوية مي مغلية وعصرة ليمون وبتحوليه لقطر تستعمليه للحلويات، رز بحليب، كنافة، ليالي لبنان، أي شيء، عيش سرايا، اللي بتحبي. فحبيت بس أمر لكم هالمعلومة، هروح أعمل اللي خبرتكم عنه وبرجع لكم. هون السكر هيو، حط عليه رشة فانيلا، حط عليه نقطة مي، هدول معلقتين سكر. أنا ما كترت لأنه أصلاً الحبات الكستنة اللي عندي كتير يعني قليلة، أنا حبيت أوصل الفكرة مش أكتر. خف السكر فبدي ازيد سكر، انا شكلي كترت مي عادي، طالما انه بنقدر نتحكم في الاشياء هاي ما في اي مشكله. ايوه بلش ياخذ القوام اللي بدنا اياه. هيك تمام، بحط حبات الكستنة بقلبها تتغطى منيح، برفعها وبحطها بصحن بيفوت الفرن. اوكي انا راح اكمل الحبات، راح اعمل نفس الخطوة هاي، بغطسهم بالآيسنج منيح وبغلفها وبحطها بصحن، هو المفروض الاول على شبك، بس انا هلا يعني راح اصفيهم منيح، بعدين بسخن الفرن على 180 وبحطهم يعني مراقبه، يعني هو ما بده وقت قد ما اشوف انه طبقه الايسنج نشفت عليه وخلص، يعني بس هيك بيكون انه يعني صار ناضج 100%. اوكي بعمل هالخطوه وبرجع لكم.
وهلأ بنبدأ بتغطيس كرات الكستنة. أنا هون دوبت شوكولاتة زي ما انتو شايفين. حنبلش نحط الكرات ونغطسهم، وجنبي صحن عليه ورق زبدة علشان اللي يطلع. بنغطسها منيح، ومثل ما خبرتكم الشوكولاتة اللي بتحبيه. انا هون عملت ميكس ما بين الدارك شوكليت والميلك شوكليت، تمام. بصفيها منيح وبحطها على ورق الزبدة. اوكي طيب، رح اكرر نفس الخطوة حتى ما اخذ من وقت الفيديو وبرجع لكم. وبنفس الوقت بدي اشيك على الكاستنة اللي بالفرن. انا كل اللي عملته انه حطيتها على ورق زبدة ودخلتها الفرن على نار 180، بس حطيتها في الرف العلوي اللي فوق، لانه انا ما بدي النار تسويها، انا بدي النار تنشفها. فانتبهوا للخطوات اللي بحكي لكم عنها. حابة بس افرجيكم انه كيف لما بنستعمل الحبات لما بتكون باردة كيف بسرعة على طول بتمسك الشوكولاتة عليها. خليني أكمل وبرجع لكم. وهيك خلصت حبات الكستنة بعد ما غطستهم بالشوكولاتة زي ما انتو شايفين. وكمان خلصنا الحبات اللي هدخلتهم بالفرن بعد ما حطيت عليهم الايسنج. طيب انا بدي اقيم الوصفة عشان بس تعرفوا انه انا بحب انه احكي كل شيء بصراحة وبأمانة، بأمانة يعني لأقصى حد. صراحة الوصفة هاي لولا انها انطلبت مني انا ما بعملها، لانه في وصفات مثل ما خبرتكم بالبداية ما بينفع تنعمل بالبيت. المارون جلاسي له خطوات معينة، له بروسيجر معين. طبعا بالمصانع او بالمشاغل او بالمعامل بتكون عندهم الادوات والاجهزه اللي تمكنهم من الاشي هذا. فاحنا بالبيت شوي حيكون صعب. ليش؟ لانه بدك كميات كبيره لحتى تطلعي كميه مقبوله ومعقوله، خاصه للناس اللي بيحبوا يعملوا بزنس. بالنسبه لي صراحه انا فضلت الكستنه المهروسه اللي متغلفه بالشوكولاته. ما بعرف، حسيت انه هاي يعني هي كستنة ومغطسة بالقطر وعليها طبقة سكر، مش الاشي القوي كتير، يعني it's not big deal. فهي شغلة. الشغلة التانية برضو انا هون استعملت سكر اللي بنشتريه من الباكيتات العادية من السوبر ماركت العادي، مش من محلات مستلزمات الحلويات. فطبعا كانت النتيجة انه السكر شايفين عمل زي فليكس على هذا. هو طبعا عامل شكل حلو، بس هو المفروض يكون ناعم واملس، ما يكون خشن مثل ما انتو شايفين. فاللي بدها تعمل الوصفة بدها تستعمل كونفكشن شوجر اللي هو مخصص للرويال ايسنج. تستعمل السكر الناعم البودرة اللي مخصص للايسنج شوجر او للرويال ايسنج. الرويال ايسنج تمام. شايفين هو المفروض تكون بتلمع بس بدون الكريستالات هذه، فهو بترجع كمان لنوعية السكر. انا حطيتها بالفرن بالضبط اخذوا 10 دقائق على 180، وحطيتها رفعت الرف لفوق لانها بس بدي تتنشف، ما بدي لا تنشوى ولا الوجه ياخد لون ولا شيء. انا بس بدي طبقة السكر الجلاساج اللي حطيناها على الكستنة هي يلي تنشف على حبات الكستنة. بالنهاية بتمنى انه تكون الوصفة وصلت للصبايا اللي طلبوها مني على الخاص. برجع وبخبركم انه لو تشتروا الكستنة وتشوها وتاكلوها هيك اسهل بكتير انه تعملوها مارون جلاسي. في وصفات صعب تنعمل بالبيوت، خلينا نشتريها من السوق اذا بنحبها، وهيك يعني اوفر واريح وشغلات كتير. انا قصيت حبة هون، شوفوا كيف من جوا. انا صراحة هي عجبتني كتير، يعني اذا انتو حابين تعملوا الكستنة هيك بنصحكم تجربوها.
في كمان ملاحظة تانية لازم كمان يعني أنبهكم عنها. الحلا هذا يا جماعة الخير ما يعني ما بيضاين كتير، يعني مدة صلاحيته مش أكتر من 3 أيام، يعني اللي بدها تعمله بتحفظه بالثلاجة وخلال 3 أيام يكون مستهلك، لأنه بعد هيك نخشى إنه الطعم يغير أو يصير فيه نوع من العفونة. هذا حلا سريع، هذا بديل المارونجلاسيه. أنا ما عملت مارونجلاسيه، هذا طريقة بديلة للمارونجلاسيه. أرجو إنه تكون الملاحظات كلها واضحة، بتمنى الوصفة تكون عجبتكم. أنا انبسطت فيها، بس رغم صعوبتها بس انبسطت كتير فيها. خليني أفرجيكم آخر شيء، العسل أو القطر اللي ضل منها، شوفوا قد إيه لونه بجنن. أنا صراحة، وحتى في قطع من هي من الكستنة أنا زدت عليهم شوية مي وغليتهم مع نقطتين عصير ليمون، وصار هيك مثل يعني كتير كأنه كراميل. هو مش كراميل، هو ماخد من لون الكستنة، طعمه كستنة كتير روعة بصراحة. بآخر حلقة بتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم. اللي بيحب يجربها يخبرني، وأي استفسار أنا جاهزة. بنهاية الحلقة بتمنى لكم كل الخير، يعطيكم ألف عافية وصحتين وألف عافية. سلام.